فهذا رد مختصر على كلام كان قد قاله ونشره الصوفي صلاح الدين البدوي الخنجر، وهو في هذه الأيام قد استغل كثيرا من وسائل الإعلام لنشر شركياته وأباطيله التي يضلل بها عباد الله المسلمين، واستغلها أيضا لحربه لدعوة الله عز وجل، دعوة الحق، الدعوة السلفية التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وسار عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نشر الصوفي الخنجر محاضرة قال فيها ما ملخصه إن شيوخهم من شيوخ الطرق الصوفية ينزلون الأمطار، بل قال إنهم يذهبون إلى هؤلاء الشيوخ من شيوخ الطرق الصوفية ويدفعون لهم الأموال، ما يسمى عندنا في السودان بالبياض كما أسماه هو، وهؤلاء الشيوخ بدورهم ينزلون الأمطار بحسب الطلب كما زعم هذا الصوفي. بل قال أسوأ من ذلك، قال يلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهاب تسأل الله وما وبرضو ما بديك مطر، يعني أن شيوخهم ينزلون الأمطار. منع الناس المطر ذات مرة، ومنع المطر عنده أسباب، فذهب الناس يبحثوا. نحن في السودان مرات بنمشي للمشايخ بندفع القروش، يقول ياسين بتنزل الأمطار، والمطر ذات مرات بيدوها على حسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك أمشي أفتح لك بلاغ في الشرطة. في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب، في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب. حواشتين سوى الكلام ده، صح ولا ما صح يا شيخ حامد؟ بس بيناتهم تجمد ولا ترس واحد، فيهطل المطر هنا لأنك دفعت البياض، وتحرم أنت وما بينهما إلا السرابة. قالوا له والله نحن جيناك ودائرين مطر، إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهبي تسأل الله وغرضه ما بيديك مطر، أهبي تسأل الله وغرضه ما بيديك مطر. وهذا الكلام كفر بالله. وفرق بين أن نقول هذا الكلام كفر وبين أن نقول إن فلانا كافر، ونحن لسنا في هذا المقام بصدد تكفيره أو عدمه، بقدر ما أننا بصدد إبطال هذا الباطل والرد على هذا الشرك الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الأمطار. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، إلى غيرها من آي القرآن التي
يثبت الله عز وجل فيها لنفسه أنه وحده الذي ينزل الأمطار، ووحده لا شريك له في ملكه المتصرف في الكون، ووحده جل وعلا الذي يجري السحاب والرياح ويتصرف في خلقه وعباده، ولكن الخنجر الصوفي قد أنكر كل ذلك، بل ذهب إلى قرية تسمى بقرية الدنبو بولاية النيل الأبيض قبل 3 أيام تقريبا، يوم 7/7/2017 ذهب إلى تلك القرية وأقام محاضرة، وأصر على أن غير الله عز وجل ينزل الأمطار، بل قال بحرفه إنه يملك 70 دليلا على أن غير الله عز وجل ينزل الأمطار، أي تصديقا لكلامه الكفري الشركي الإلحادي الذي قاله في الأول. سواء كانت في نزول المطر أو غيره هي مسألة مشروعة. إذا ذهبنا إلى الأخيار من الأنبياء والصالحين ومن ترجى بركتهم، المسألة دي مشروعة، ونبدأ برسول الله وعزة الله. يمكن أن آتي 70 دليل في هذه المسألة، 70 دليل. فهو لم يتب، بل أصر على أن غير الله عز وجل ينزل الأمطار، وقال وزعم أنه يملك 70 دليلا، وهيهات له، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى، وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، وقال بعد صلاة الصبح: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي، أي كافر بالله، هكذا في الحديث القدسي، فذاك كافر بي أي بالله، مؤمن بالكوكب. وهذه الأدلة وغيرها تكفي في رد هذا الباطل وهذا الشرك الذي نشره هذا الرجل الذي دعا الناس إلى اللجوء إلى غير الله عز وجل في الملمات ونزول الأمطار وغيرها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.